هلا نرمين لا فقرتنا الأخيرة لليوم، وأكيد لعالم الجمال ولكل الصبايا والسيدات حصة صغيرة برحلاتنا الصباحية. كل صبية بتحلم دائما بإطلالة جميلة تحافظ على جمال بشرتها وجمالها، فينا نقول خصوصا العروس. يعني العروس بتلاقيها ملبكة بحالها قبل الوقت، بتلاقيها بتحب تهتم بكل هاي التفاصيل، وبنفس الوقت بدها هيك شوية معلومات وحدا يكون معها ويوجهها ويساندها. صحيح نور، مش هنحصل على هي المعلومات وناخذ نصائح اليوم، ومثل ما ذكرتي رح نخصص بفقرتنا الأخيرة اليوم مساحة لإطلالة العروس، سواء على صعيد الاهتمام بالبشرة أو حتى الشعر، وكونه نحن هلا بالصيف وبموسم الأعراس بعدنا. بيسعدنا أكيد نرحب بخبير التجميل عساف. عساف يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك عساف. صباح الخير. دائما نحن بنحكي قديش الصبية بتحب تحصل على وجه جميل، على بشرة جميلة، وخصوصا نحن بفصل الصيف. خلينا نحكي عن المشاكل يمكن المنتشرة أو الشائعة للبشرة بفصل الصيف، ولكل عروس يمكن قبل بشهر حابة تريح بشرتها وتتخلص من هي المشاكل الجلدية. هلا بالنسبة لموضوع البشرة، موضوع الهواء، الشمس، هذا التعب اللي بيصير قبل العرس، إرهاق وتعب. شفتي العروس بتجهز بحالها قبل فترة. قلة النوم هي كتير مشكلة كبيرة، لأنه دائما قبل بيوم ويومين مفروض الرياحة للعروس لبشرتها لوشها بيصير في سواد تحت العين. قلة النوم، سهر، محبين، قرايبين، هيك شيء. عندنا موضوع البشرة في حب الشباب، عندنا أي شيء بالبشرة بيعمل التهاب، تسكير مسام. المفروض تكون مرتاحة هي العروس قبل بفترة مشان تكون بشرتها يعني بنضارة حلوة وتطلع بوش أجمل على الناس، على الكاميرا، على أي شيء. طيب عساف، بنشوف انه العروس دائما بتكون ملبكه، احيانا ما بتعرف عند مين بدها تروح، مين الكوافير اللي بدها تسوي عنده، بتصير بتدور على النت، على السوشيال ميديا، على صور. طبعا. اليوم كيف رايك الصبيه بتقدر تختار خبير التجميل المناسب لها تجارب غيرها؟ ولا انت في ناس بيعملوا بروفا يمكن قبل، بس يمكن شوي مكلفه، او انه هي تكون يعني تروح تنصح بهذا اليوم ما تخاطر تروح لموضوع البساطة بيوم عرسة؟ إيه شو أكيد. بتنصح؟ تماما. هلا كل عروس او اي صبية متعودة على كوافير معين بتروح لعنده، بترتاح عنده، او بتسمع من الصبايا التانيين فلان شغله اجمل، او بيطلع معه شيء احلى بيوم العرس بهيك. هلا التحضيرات دائما يكون بروفا قبل بيومين ثلاثة، تعمل شيء للبشرة، لريحة البشرة، بروفا للشعر مشان ما يكون في لبكه. ودائما العروس بتضل بتشوفي انه في توتر، في انه انا بدي يصير اكون اجمل، اكون احلى، في شيء يلبق لي، في شيء ما يلبق لي. اكيد. طيب خلينا نحكي، في كثير من الصبايا والسيدات بيلجأوا للليزر. العروس حابه تعمل ليزر تقشيري بسيط، يعني نحن بنعرف في درجات للتقشير، وفي فينا نقول تقشير بسيط قبل فتره قد ايه؟ هي يعني تبحث دائما على النضاره، يكون وشها منور مختلف. تقريبا قد الفتره اللي ممكن فيها تعمل تقشير تريح حالها بكريمات لوقت العرس؟ تمام. هلا موضوع انه تعمل ليزر العروس، دائما الليزر بينعمل على مراحل، والتقشير بدرجه. لا هلا متوجهين بشكل كبير اللي بتلاقي جلسه ليزر بسيطه، تقشير بسيط، يعني نحن تقشير الطبقه الميته البسيطه. هون شو بتنصح؟ يعني نحن كلياتنا صبايا بنعملها، بيقول لك اول اسبوع لا تطلع برات البيت، بعدين حط الواقيات الشمسيه ممكن تطلع. هي فتره زمنيه قد ايه حتى ما تخاطر وتكون مرتاحه بشرتها؟ هلا قبل شهر تقريبا، يعني ضروري يكون هذا الموضوع مو اقل من هيك. وموضوع التقشير يعني بالنسبه لاي بشره المفروض يكون بتدريج، ومو يكون قاسي، يعني مثل ما قلتي تفضلتي خفيف يكون، لانه كمان في عندنا طبقه بتحمي الوش من البكتيريا، من الجراثيم، هيك وبتحمي بشرتنا يعني. تمام. صاف كمان بنشوف بعض السيدات بيميلوا يمكن حسب النصائح بتوجه لهم لتفتيح لون شعرهم. اليوم ضروري كل صبيه اليوم عندها عرس انه تروح لموضوع الخصه، لموضوع الميش، لموضوع التفتيح، ولا لا؟ ما يعني طبعا. هذا الشيء ما عاد بقى رائج. هلا هو الالوان بطبيعتها
مثل ما بيناسب بشرة، ولكن إذا انشغل على الشينيون، على الويفي، على الموديل، إذا كان الشعر ملون بيطلع أجمل، بتبين التسريحة أكثر. تماماً، بتطلع أجمل، بيبين الموديل يعني أحلى. طيب خلينا نوجه بالختام نصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، خصوصاً العرايس اللي مش هيك بتلاقيهم ملبكين شوي، خايفين شوي، بعض الاهتمامات اللي ممكن أنا أقوم فيها بالبيت، يعني قبل ما ألجأ لخبير تجميل فيني أنا أعمل بعض هاي التفاصيل وريح بشرتي. تمام، هلأ أنا بنصح باستعمال الواقيات الشمسية الصبح، ظهر، مساء، وطبعاً في أعمار محددة، يعني كل عمر محدد له كريم خاص فيه، يعني صحيح. كعمر يعني بننصح أنه ندير بالنا على بشرتنا، غسيل الوش المتكرر كمان ما كثير منيح، يعني يومياً مرتين أو هيك. بموضوع ايضا خلينا هيك على السريع نسال حضرتك زينة الشعر، يعني كثير هلا مثلا بنشوف مو بس في اعتماد على الطرحه، احيانا بنشوف في قوس عم بيكون عم يستخدم او حتى زينه للشعر، شو الاجمل برايك اليوم والاكثر موضه؟ هلا الاكسسوار دائما حسب الموديل، يعني دائما في ناس بترغب بالتاج العالي، بالتاج ما كتير يكون كتير كبير، استراسات بالشعر، يعني الموديل اللي رح يطلع معنا اللي اختارته العروس هو اللي بيقول شو بدنا يعني بالضبط. أكيد بدنا نشكرك خبير التجميل عساف على وجودك معنا، شكرا كتير لك. خليك، شكرا، أهلا وسهلا فيك، وشكرا كتير لك.